صباح الورد والفل والياسمين مشاهدينا الكرام، كم نحن سعداء بالتواصل معكم في كل صباح. مشاهدينا الكرام، ما أجمل أن نلتقي بكم في هذا الصباح مع فنجان القهوة وكذلك الصوت الفيروزي الملائكي الجميل ليقول صباحكم صباح اليمن اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة، بنتكلم عن الأدب وعن الشعراء الهامات الشعرية التي رفدت الثقافة اليمنية بالكثير. ضيفنا في هذه الحلقة هامة، وطبعا اسم له بصمة كبيرة في الثقافة اليمنية، إسهاماته وأيضا أعماله الأدبية كثيرة جدا، أيضا في منصبه ساهم في تنمية الثقافة اليمنية. أرحب مشاهدينا الكرام معكم بهذه الهامة الثقافية في حلقتنا لهذا اليوم وفي برنامج صباح اليمن اليوم بالشاعر الكبير الأستاذ عبد الله باكدادة نائب وزير الثقافة. صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا بك. أرحب فيك إلى صباح اليمن اليوم، وتشرفت بحضرتك. أهلا وسهلا بك، وشرف لنا أيضا. الله يخليك. في البداية طبعا أنت غني عن التعريف، ووجودك في أيضا في الحياة الثقافية له دور أيضا في أنه يكون هناك مجالات كثيرة متنوعة نتكلم عنها في هذه الحلقة. بالنسبة أستاذ عبد الله، وأنت كشاعر والآن وزير الثقافة، ما الذي أسمته الثقافة نقول هنا في اليمن مسبقا وأيضا حاليا في تنمية المجتمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أولا أقدم شكري وتقديري على هذه الاستضافة الطيبة، وقد عودتني قناة اليمن اليوم على كرم الضيافة بالفعل. يعني فيما يتعلق بالقضية الثقافية في اليمن وما يعني أسهمت به على أرض الواقع، طبعا هناك دور واسع للعمل الثقافي في اليمن عموما. رغم أن هناك كان في شيء من الاختلاف في شكل الكتابة ومضمون الكتابة قبل الوحدة اليمنية أو بعد نشوء السلطة الوطنية، سواء كانت في 26 سبتمبر عام 1962 أو بعد جلاء الإدارة البريطانية من عدم 30 من نوفمبر 67، حيث أن السلطة الوطنية هنا وهناك كان في اختلاف في التوجه، وبالتالي الثقافة هنا يعني ارتسمت على أرض الواقع بارتسام شكل السلطة السياسية. لهذا وجدنا أنه عدن في فترة السبعينيات مرت بتجربة مهمة جدا، بغض النظر عن من اتفق معها ومن اختلف معها، ولكن هي كانت تجربة مهمة حقيقة، لأنه غيرت من شكل ومضمون القصيدة، حيث كان السائد في تلك الفترة في فترة وجود يعني بيوت التنوير زي بيوت اللقمان وبيوت القرادة وبيوت يعني بيوت مختلفة وشخصيات مختلفة، ظهرت القصيدة التي تسمى بالقصيدة البيتية ذات الصدر والعجز، وكان هناك فرسان لها بطبيعة الحال، يعني محمد علي لقمان، يعني محمد سعيد قرادة، لطفي جعفر أمان، وأسماء تطول بها القائمة حقيقة. ولكن بعد ذلك في فترة السبعينات بدأت تنشأ اتحاد الأدباء الشباب كانوا يطلق عليهم، وهذولا غيروا في شكل الكتابة، سواء كانت على مستوى القصيدة ولا على مستوى النثر ولا على مستوى حتى المقالة، حيث أن هناك كان امتداد لليسار العربي أثر سياسيا على أرض الواقع، وبالتالي ظهرت القصيدة السطرية التي تسمى أو الشعر الحديث أو ما أطلق عليه بالحداثة، وهناك ظهرت مسميات مختلفة زي قصيدة الومضة وقصيدة الدهجة وقصيدة الشكسبيرية، حيث كانت تترجم القصائد إلى نثر، لأنه شكسبير عندما كان يضع مسرحياته كان يضعها شعرا، ولكن عندما كانت تترجم كانت تترجم إلى نثر، فظهر شكل جديد أطلق عليه بالقصيدة الشكسبيرية. يعني فالأدب والثقافة في تلك الفترة، ظهرت ثقافة وطنية حقيقة على مستوى الشمال وعلى مستوى الجنوب، ومن مننا لا يتذكر يعني
محمد محمود الزبيري، من لا يتذكر العنسي، من ذكر أسماء كثيرة، كانت تأتي إلى عدن وتطلق لقصائدها العنان في مواجهة الإمامة في شمال الوطن. نعم. وساعد هذا حقيقة، لأنه عدن في تلك الفترة كانت يعني جوهرة مهمة، يعني كل مقومات الأدب والثقافة كانت ظاهرة، سواء كانت على مستوى الثقافة فقط أو على مستوى الثقافة والإعلام. يعني حيث يعني تلفزيون عدن مثلا يعني ظهر في سنة 64 كثاني تلفزيون على مستوى الجزيرة العربية بعد الكويت مباشرة. الإذاعة كانت سنة 54. يعني صحف مثل فتاة الجزيرة تأسست في عام 40، وحينها ظهرت مجموعة من الصحف، منها الأيام والنهضة واليقظة والقلم العدني وغيره وغيره من الصحف هذه، ومنها أيضا الأندية الرياضية التي كانت تمارس دورا ثقافيا. هذا كله أشبع الواقع الثقافي حقيقة، وظهر وعي. حتى الثورة عندما قامت كانت لها أدبياتها، ليس كثورة اليوم مع الأسف، ليس لها أدبيات وليس لها ثقافة وليس لها معنى. يعني طيب أستاذ عبد الله، إلى أي مدى هنا الثقافة تخلق مجتمع واعي أو مجتمع متطرف؟ مؤكد اليوم التعريف الحديث للثقافة في أوروبا، عندما تسأل ماذا تعني الثقافة يقول لك هي خلق حالة من التوازن. عندما تغيب الثقافة تبدأ ثقافة التطرف والأحزمة الناسفة والخطاب الديني المتطرف الذي مع الأسف يؤخر ولا يقدم. أي. ويلعب دورا سلبيا على على أرض الواقع. القرآن الكريم يعني عندما يتحدث عن العلاقة مع المجتمعات الأخرى غير المسلمة يتحدث بشيء من الرفق وبشيء من المحبة وبشيء من الإخاء، وهناك تقاطعات فرضها الدين الإسلامي حين في تلك الفترة على أساس التعايش مع الثقافات الأخرى، وهذا هو دين التسامح يعني الذي يجب أن يكون. بالإضافة إلى ذلك الواقع عندما يكون أيضا متسامح وهناك روح طيبة وروح جميلة تستطيع أن تنهل من إبداعات الآخرين، والآخرين الآخرون ينهلون أيضا من إبداعك. هنا شيء من التلاقح يسمى ينتج يعني الشيء الذي يمكن أن يفيد المجتمع. لكن عندما تغيب الثقافة سواء كانت على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي نجد أن هناك تنشأ ثقافات متطرفة، سواء كان في الخطاب الديني، سواء كان في المفهوم الثقافي، سواء كان في الشعور الإنساني. اليوم ما نجده من تعامل يعني جلف على مستوى الواقع، الأخبار التي نستمع إليها، حالات القتل وحالات الدمار وحالات الموت المجاني على الشارع بشكل يومي، لا سيما تحديدا في عدن اليوم العاصمة المؤقتة، هذا كله غياب العمل الثقافي المنظم في ظل هذه الظروف وفي ظل تعطيل مؤسسات الدولة. يعني مع الأسف نحن نعرف أنه هناك جهات لعبت دور مع الأسف السلبي في تعطيل عمل مؤسسات الدولة في الوقت الذي الواقع يحتاج إلى هذه المؤسسات، على ما فيها من 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 صعوبات، على ما فيها من إمكانيات قليلة، على ما فيها من عجز في الموارد وكذا. ولكن برضو العمل هنا عندما أوفر المناخ الصحي أستطيع أن أخلق إبداع، وأستطيع على أقل تقدير أن أرمم ما يمكن ترميمه. يعني في مقولة دائما يعني وإحنا نسمعها من الصغر، أعطني مسرحا أعطيك شعبا مثقفا. أنتم هنا كوزارة في وزارة الثقافة كيف تعملوا الآن المسارح؟ هل هناك الآن في أفكار معينة أنه تقيموا بعض المسارح أو تكون فيناك على ولو قليل يعني، لكن أنه تبينوا الجيل القادم أو الجيل الآن الموجود أنه على الأقل في مسرح، في ثقافة أو في امتداد على الأقل، ولو أنه الظروف اللي حاصلة هي اللي أثرت عليه؟ المسرح طبعا كفن هو مهم جدا، وعلى حد تعبير الكاتب والأديب علي أحمد باكثير الذي عاش في مصر هنا وكرم من قبل الزعامة حينها ممثلة في الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، كانت له كتابات كثيرة، وعندما تحدث عن فن المسرح اعتبره فن جماعي باعتبار أن المؤلف يأتي لكي يؤلف مسرحية، فيأتي المخرج فيعطيها مفهومه الإخراجي، يأتي الممثل ليجسد الشخصية فيعطيها من إبداعاته، يأتي المتلقي ليستوعبها حسب ثقافته وحسب إمكانيته، وكأن كل هؤلاء شاركوا في صنع هذا العمل. أظن أن المقولة للباروني
حينما قال أعطيني مسرحا وخبزا أعطيك شعبا مثقفا، لأنه المسرح هو عمل مباشر، تأثيره مباشر، ليس كالفن السابع مثلا المتمثل في السينما أو الدراما التلفزيونية التي يمكن على المرء أن يشاهدها وأن يغيب عنها. لا، المسرح يشدك لأنه أنت أمام الذي يجسد الشخصيات مباشرة. المسرح مهم جدا، ونحن مع الأسف تاريخنا مغلوط باعتبار أنه رغم نشوء الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، إلا أن ثقافة التجزئة ظلت سائدة على أرض الواقع. نعم. فكان صاحب صنعاء يتحدث عن تاريخ المسرح متى نشأ في صنعاء، وصاحب عدن يتحدث عن تاريخ المسرح متى نشأ في عدن. نعم. ولكن في الأخير سواء نشأ هنا أو هناك، يفترض أني أنا أجسد التاريخ الأقدم وأعممه على اليمن عموما لكي تكون هناك ثقافة موحدة، وهذا الغياب هو الذي نعاني منه اليوم مع الأسف، أنه ظلت الثقافة مجزأة وظل الفن مجزأ رغم وجود سلطة مركزية واحدة. المسرح في عدن أكثر من 104 أعوام، يعني تاريخ قديم، ولكن ظلت عدن مع الأسف الشديد تعاني من وجود خشبة مسرح. يعني المسرح في عدن بالذات بعد قيام السلطة الوطنية قام على التأميم، وعندما جاءت دولة الوحدة أعادوا المسارح لأهلها، فأصبح هناك غياب واضح، وبالتالي هذه شلة حركة. رغم أنه يعني فترة السبعينات والثمانينات كانت هناك نهضة مسرحية كبيرة، وكثير من الكوادر ذهبت إلى موسكو لدراسة التمثيل والإخراج والتأليف وغيره وغيره، مستغلين مواهب الشباب حينها، ولهذا وجدنا أسماء كثيرة زي علي يافعي، زي جميل محفوظ، قاسم عمر، علي هادي السعدي، يعني أسماء كثيرة حقيقة يعني موجودة. ولكن مع الأسف الشديد غياب الخشبة المسرح أدى إلى تعطيل هذه الإمكانيات في إنتاج ما يمكن إنتاجه من أعمال مسرحية. نعم. في الوقت الراهن حقيقة الأستاذ مروان دماغ معالي وزير الثقافة يبذل جهود كبيرة جدا رغم الظروف السيئة، ورغم أن هناك إدارة عن بعد كما يقولوا اليوم. نعم. أصبحت الإدارة الإلكترونية هي السائدة، لأنه ليس هناك تراكم معرفي، بالذات أن الكوادر الكبيرة انتقلت إلى صنعاء في وزارة الثقافة هناك. فاليوم تم إنشاء وزارة جديدة في عدن، يعني تحديدا في منطقة ريبي في المنصورة. نعم. واعتمدت على كوادر لربما يعني تفتقد بعض الشيء إلى الخبرة الإدارية، ولكن الناس تعمل وتشتغل. يعني هناك مسرح حافون الذي ظل ملغى لفترة طويلة، الأستاذ مروان بذل جهود في عدة تأهيله والآن يشتغل ويعمل بعض المسرحيات. أيضا هناك مشروع ضخم اللي هي سينما ريجل أو شيهناز اللي في جولة خور مكسر، على أساس بناء قاعة مسرح ودار للسينما وقاعة مؤتمرات وغيره وغيره، مشروع ضخم الآن يمكن يعني في اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة في تمويل هذا الموضوع. يعني رغم الظروف الصعبة ولكن في هناك جهود تبذل، ونتمنى على الواقع الثقافي والواقع الفني أن يتطور، لأنه هذا هو الأساس الذي يمكن. يعني فترة الإدارة البريطانية ظهرت لنا أسماء كبيرة على مستوى المسرح. نعم. على مستوى الغناء، على مستوى التلحين، من منا لا يتذكر أحمد قاسم، محمد مرشد ناجي، محمد محسن عطروش، محمد سعد عبد الله، هذه كلهم يعني أيوب طارش الذي كان يأتي إلى عدن والحارثي وغيره وغيره عشان يوثقوا في المكتبة المرئية والمكتبة الصوتية في الإذاعة والتلفزيون في عدن، باعتبار أنها كانت واجهة وكانت هناك إشكالية في صنعاء نتيجة يعني حكم الإمامة التي جعلت من صنعاء منطقة مغلقة، ممنوع تغني، ممنوع تعزف، حرام ذا حرام ذا يعني. والمشكلة أنه اليوم التاريخ يعيد نفسه مرة أخرى. نعم. متمثلا في الحوثيين في صنعاء. نعم. اليوم بدأنا نعرف قيمة ثورة 26 سبتمبر، يعني هذه الثورة التي عملت نهضة وعملت متغير على مستوى المجتمع، وكان للمصريين دعم كبير جدا في قيام هذه الثورة في فترة عام 62. يعني. نعم. تكلمت أستاذ عبد الله عن نماذج من هؤلاء الأسماء اللي هو رفضوا الحياة الثقافية في اليمن، لكن وجدنا بالفترات الأخيرة إهمال كبير المبدعين يمنيين، المثقفين يمنيين، هامة كبار زي مثلا حسن باع علوان قدم أعمال كثيرة، الفنان أيوب طارش وغيرهم من الهامات الكبيرة. برأيك لماذا إحنا كبلدان عربية تستخلص كل ما لدى هنا الهامة هذه الثقافية أو أيا كان في مجالها، ثم بعد ذلك لا تلتفت له عندما يكبر أو عندما يتعرض لأزمة؟ هي شوفي الإشكالية، يعني أنه
العلاقة صعبة ما بين المبدع والوزارة المسؤولة عن هذا المبدع. الإشكالية تتمثل في ماذا؟ أنه مستوى دخل الفرد مع الأسف في اليمن قليل، وبالتالي بالكاد يعني أن يعيش الإنسان. لا يستطيع أن يدخر من أمواله. الآن مثلا لننظر مثلا إلى واقع المبدعين في مصر، لا أحد يعتمد على الدولة، ولكن مستوى الدخل للفنان يؤهله إلى أنه يدخر، وبالتالي يهتم بنفسه مهما تعرض لأمراض أو تعرض لنكبات أو تعرض لشيء معين. مستوى الدخل في اليمن مع الأسف الشديد قليل جدا، يعني بالكاد يلبي المتطلبات الضرورية لهذا المبدع. في فترة الشباب يعطي، ولربما يهم الأشياء كثيرة باعتبار أن الشباب زهو، ولكن عندما يتقدم السن ويعني تهجم عليه مثلا لا قدر الله الأمراض أو يعني عامل السن وكذا وكذا، يبدأ هو يحتاج، وبالتالي يصبح الكل معتمد على الدولة في الوقت اللي الدولة أيضا تعاني، يعني أو المؤسسة المعنية تعاني أيضا من شحة الموارد. نحن نعرف المؤسسات الثقافية ليس في فترة الحرب الآن، ولكن في فترة السلم أيضا كانت على ذيل الموازنات لوزارة الدولة بشكل عام، يعني وزارة الثقافة ووزارة الإعلام مع الأسف الشديد يمكن عدا وزارة الثقافة أسوأ، يعني أنه يعني ميزانياتها ما كانتش يعني في المستوى الذي يمكنها أن تقدم. اللهم في فترة صنع عاصمة الثقافة العربية في 2004 كانت هناك إمكانيات مذهلة، ولهذا نجد أن اسم خالد الرويجان يتردد كثيرا بما قدمه وأعطاه في تلك الفترة أيضا، يعني لكن تظل الإشكالية هنا موجودة، وهذه يبدو لي إشكالية حتى اليوم. يعني نسمع عن كثير من المبدعين في مختلف المجالات، يعني اليوم أيضا جميل محفوظ يعني مخرج كبير يعاني من الأمراض، يعني أنور مبارك الفنان الكبير موجود الآن في القاهرة يتعالج برضه يعاني من ظروف كثيرة، أسماء كثيرة يعني وليس مجرد فلان أو فلان، لكن هذا الواقع يعني مع الأسف الشديد يعني. نعم. طيب أستاذ عبد الله، الآن مثلا نشوف أنه كان زمان في مع في وزارة الثقافة أو الإعلام في تأمين، في حتى نظرة يعني كريمة من أنه كل حتى كانت على مستوى عالي من رئيس الجمهورية أو كذلك الوزراء، معنوية على الأقل إلى هذا المبدع أو هذا المثقف في إذا حصل له مرض أو شيء. الآن بنشوف مثلا في القاهرة أنه خلاص هؤلاء المبدعين هؤلاء المثقفين يعانوا في بيوتهم، ما يستطيعوش حتى السفر أو صحيح. تلقي العلاج في بلدهم، بينما بصراحة أبناء الوزراء وغيرهم يعني يسرحون يمرحون في مختلف الدول. هي قلت لك أنا الموضوع متعلق بمستوى الدخل. يعني عندما يكون في مستوى دخل كويس يستطيع الشخص أن يؤمن نفسه، لكن عندما لا يكون المستوى كويس هذه مشكلة. يعني أنا أذكر في فترة الثمانينات والتسعينات كنا ننادي بإجور المبدعين، يعني أنا أعطيك مثل، يعني جاءوني ثنتين من الفنانات حينها كانوا يريدوا أن يتوظفوا في مكتب وزارة الثقافة في عدن، هما ليس لديهم مؤهل غير مؤهل ابتدائية، ولكنها أصوات من أجمل ما يكون. هنا عندما أنا أوظفها على أساس مؤهلها الدراسي أنا أظلمها، لأنه بالصوت هي نجمة، ولكن بالمؤهل الدراسي لا يساعدها على أنه يكون عندها راتب كويس. فكان هناك هيكل سموه هيكل المبدعين، كان يتعامل على أساس القدرات الإبداعية للشخص بغض النظر عن مؤهلاته الدراسية. لأنه زينات صدقي هنا الممثلة اللي ما زلنا نذكرها إلى يومنا هذا، يعني كانت شبه أمية يعني، وبدأت تدرس الابتدائية وهي على كبر يعني، ولكنها من لا يستطيع أن يقول أنه هذه نجمة كبيرة يعني. فهذه إشكالية موجودة، إشكالية موجودة لا أحد ينكرها حقيقة يعني، ولكن صحيح في شيء مؤلم الأمانة لما نشوف في ناس أو نتكلم هنا عن وزارة الإعلام كل شوية يعني الثقافة مثلا نشوف زملاء لنا يكونوا جايين ورايحين هم الآن بيشتغلوا بالفضائية في مثلا السعودية، بينما شفنا طبعا الأستاذ علي العصري هام إعلامي كبيرة طبعا جاء هنا وعمل عملية قلب مفتوح واستمر هنا شهور وما حدش طلع عليه أو سأل عليه من على الأقل الجانب هنا الكل الرسمي. أيوة بينما كانت فقط الزيارات والسؤال عنا من أشخاص يعني بشكل فردي.
هو حقيقة هذه أشياء اللي تقوليها صحيحة، وهناك حالات تجد الفرصة، لا أدري أنا هل ممكن أسميها حظوظ أو لا، يعني هناك حالات تجد الفرصة أنها تجد دعم من هنا أو هناك، وهناك حالات لا تجد الدعم نهائيا. ونحن ألفنا هؤلاء أننا نجدهم على خشبة المسرح، على شاشة التلفزيون، يعني نسمع أصواتهم عبر المذياع، وبالتالي هم رموز أو نجوم على مستوى المجتمع. يتألم المرء عندما يشوف هذا النجم المنتشي والذي يؤدي دور يؤثر فيه على مستوى المجتمع وهو يعاني من هذا الظرف أو منكسر أو بس كان الأحرى أستاذ أنه مثلا زي هذا الشخصيات أنه الحظ يكون له هنا تخلق لهم وزارة الثقافة أو الإعلام الجهة المعنية أو المختصة فيهم، لأنه هذا قدم عمره هو بما أنه أسهم في أنه هذه الحياة الثقافية ودعمها، أنه بعدين يتم دعمه ما يعتمدش هنا أو ما يخليش هذه الجهة المختصة أنه يحتاج والله يعني همات عالمية كبيرة وفنية. يعني أنا يعني عشان نكون منصفين، يعني أنا جيت حالات كثيرة تبناها الأستاذ مروان دماغ حقيقة، وهذه للأمانة الواحد يقول وليس تزلفا أو كذا، ويعني استطاع أن يسخر صندوق تنمية التراث والثقافة لدعم حالات كثيرة وليست قليلة. يعني اليوم معظم المبدعين الموجودين في الوزارة هناك يتلقون مبالغ وإن كانت قليلة ولكنها مبالغ دعم شهرية، بالإضافة إلى هناك كثير من المرضى أو ممن يعانون حصلوا دعم أيضا من الوزارة، وإن كان هذا الدعم يعني لا يرقى إلى مستوى العلاج باعتبار أنه الدولار تضاعف 3 أضعاف سعره في فترة من الفترات، إلى درجة حتى عندنا كان مشروع يعني مشروع طباعة الكتب للمبدعين، وكان اتفاق مع دار أروقة هنا في القاهرة، واستطاعت الوزارة أن تطبع مجموعة من الأعمال، ولكن في الأخير وقف أمامها أيضا قضية ارتفاع سعر الدولار أمام الريال اليمني، لأنه يعني اللي كنت تعمله 3 كتب اليوم تعمله كتاب واحد فقط. يعني فدي برضو إشكالية، نحن يعني لا نغفل أنه الناس بتشتغل في ظل ظروف سيئة للغاية، يعني إذا كنا نشكي ونحن في حالة استقرار فما بلنا اليوم، اليوم الوضع صعب جدا يعني. صحيح. طيب نتكلم عن الأعمال الأدبية، بما أنك ذكرت الأعمال الأدبية، الأعمال الأدبية للشاعر عبد الله باكدادة متى بدأت؟ كيف تم الإسهام فيها؟ هل كانت في البداية مثلا بشكل فردي أم أنه دعمتك الوزارة؟ كيف كانت انطلاقة الأعمال الأدبية للشاعر باكدادة؟ طبعا تجربتي أنا كانت يعني قائمة على التحرك الفردي حقيقة. أنا لم أشتغل في المجال السياسي رغم أنه في تلك الفترة كان نظام الحزب الواحد أو الحزب الاشتراكي اليمني، وكنت أشتغل في مؤسسة إعلامية في مؤسسة 14 أكتوبر يعني، ولكن كنت حريص ألا أختلط يعني حتى اتحاد الأدباء والكتاب، اتحاد الشباب يعني أدباء الشباب حينها، لم أكن مخرطا معهم بشكل واضح. يعني بدأت أعمالي على استحياء وكنت أكتبها لذاتي، إلى أن جاء العام 81 كانت هناك مستوى يعني مسابقة على مستوى الجمهورية حينها، وأحد الأساتذة قال لي لماذا لم تشارك يعني، فشاركت بقصيدة وتحصلت على الجائزة الثانية على مستوى الجمهورية. هذا كان الدافع الأول بالنسبة لي، وكنت أنشر أعمالي في صحيفة 14 أكتوبر حينها. في تلك الفترة أيضا جاء الفنان الكبير أحمد باكدادة من المهجر وعاد إلى عدن، وكان أول عمل لي أنا اشتركت معه في أغنية اسمها هويتك كيف لا أهوى، وأنت قمة النشوة، وأنت سكرة الأحلام، وصوت الدان والأنغام، ولو عتش كم تسوى يعني. فكان زميلي في دراستي اللي هو فيصل الصاحي فنان يمتلك صوت جميل، كنا في نفس السن يعني، لحنها أحمد باكدادة وغناها، هنا كانت الانطلاقة. لحنها الأستاذ أحمد باكدادة ومن غناها؟ غناها فيصل الصلاحي. فيصل الصلاحي هو زميل دراستي كان حينها. فهذه كانت الانطلاقة الأولى، وبعدين تواكبت الأعمال سواء كانت بالفصحى التي كنت أكتبها وأنشرها، ولكني كنت يعني أتردد كثيرا في أن أشارك في المسيات الشعرية اللي كانوا يعني يشاركون فيها أقراني في تلك الفترة. إذن أول قصيدة مغنى لك كان اسمها إيش؟ هويتك. هويتك أيوه. فبعد كذا يعني كنت أكتب أنا، بدأت أرتبط بفنانين مختلفين أمثال يعني عبد الكريم توفيق، يعني أنور مبارك، نجيب سعيد ثابت، عصام خليدي،
جابر علي أحمد، أسماء كثيرة حقيقة. الأعمال يعني تواكبت هكذا. هي. وكان أن صدر لي أول ديوان بعنوان هذا دمي، وحينها أنا حظيت بمقدمة كتبها الشاعر الكبير محمد سعيد جرادلي، وكنت الوحيد من الشعراء الشباب في تلك الفترة التي يعني تحصلت على مقدمة بقلم محمد سعيد جرادة. نعم. الذي كان ضد كتابات الشباب في تلك الفترة باعتبار أنه كان يعتبر نفسه قيم على عمود الشعر، وهو رجل كان معتز باللغة العربية ومعتز بذاته ومعتز بمستوى كتاباته، وكان عنده عمق كبير وثقافة كبيرة، فلم يستطع أن يتقبل شعر الحداثة في تلك الفترة، ولكنه خصني حقيقة بهذه المقدمة، وهذه عملت شيء من الثقة في ذاتي. بعدها قدمت ديوان وبصهريك تقف الأطلال، وعمل مقدمته الدكتور عمر عبد العزيز، وبعدها قدمت ديوان باللهجة الحضرمية اسمه حضرميات، أيضا كتب مقدمته صالح باصرة والشاعر نجيب مقبل. وعندي ديوانين أيضا يعني منتظرين الطبع إن شاء الله، وديوان ثالث ما زلت أعده. عملت كتاب عن الموسيقار أحمد باقتادة في فترة دخول الحوثيين إلى عدن، يمكن في فترة 3 أشهر يعني الناس بتتقاتل في الشارع وأنا بكتب الكتاب هذا، والحمد لله يعني خلصناه وأصدرناه. وهناك كتابات مختلفة على مستوى الصحف والمجلات. طيب أستاذ عبد الله، كيف تجد نفسك أنت يعني هنا في مجال مثلا الأغنية اليمنية؟ هل يعني تحس أنك قدمت لها نوعا ما الكثير من الأغاني، أم أنه كنت أنت مقصر في هذا الجانب؟ لا والله قدمت أعمال كثيرة. أنا يمكن نصيب الأسد كان مع أحمد باقتادة وجابر علي أحمد، ولكن بعد كذا اشتركت أنا مع أحمد فتحي أيضا آخر عمل وأحدث عمل هو مع الفنان الموسيقار الكبير أحمد فتحي، و يعني كان أغنية أو لحن؟ يعني أنا كتبت الكلمات ولحنها وغناها، افترضنا أنه طبعا هذا الكلام قبل 2 تقريبا. ايش اسم الاغنيه؟ عام السلام سميناها، يعني عام السلام. كنت اتوقع انه يعني قبل 2 بيكون عام السلام وتستقر الاوضاع وتعود الامور. نعم. ان شاء الله، ولكن تاخرت. نتمنى ان تزول هذه الغمه يا رب ان شاء الله، يعني ويلطف الله بالعباد والبلاد ان شاء الله يعني. نعم. الاعمال اللي قدمها هنا الشاعر عبد الله باقتادة كانت مجملها اغاني عاطفيه. معظمها ايوه صحيح. نعم. ايوه بعضها بالفصحى وبعضها بالعاميه، مثلا عبد الكريم التوفيق. نعم. رغم تجربته الطويله دي الا انه اول اغنيه بالفصحى غناها كانت من كلماتي انا. ايوه الفجر الجديد اسمها، والحان احمد باقتادة يعني. طيب هل هنا الجو المشاعر يختلقها الشاعر ام تختلقها البيئه هنا بالنسبه لك انت؟ والله التجربه الشعريه ربما تختلف من 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 شاعر الى اخر. أيوة. البعض يخطط للقصيدة قبل أن يكتبها. أنا من النموذج الذي لا أفكر قبل الكتابة أبدا يعني، ولكن تأتيني لحظة أشعر برغبة في أني أكتب في موضوع معين، فأجد نفسي أسترسل إلى درجة في بعض الأحيان لما أقرأ ما كتبت أستغرب كيف جاءت هذه الكلمات يعني. ونزل الإلهام وخلاص، وكأنه في لحظة غياب يعني. الواحد أنت تأمن بموضوع الإلهام أنه ينزل و مؤكد يعني فعلا خلاص تخرج القريحة للشاعر؟ مؤكد هذا يعني، لولا الإلهام لما استطاع الشاعر أن يكتب، لأنه مصدر الإلهام قد يكون وطن، قد تكون امرأة، قد تكون طبيعة، في شيء معين يكون سبب في خروج بعض التعابير الموجودة في داخلك أساسا يعني. طيب. عندما تفرغها على الورق حتى الإحساس أو يعني النشوة التي يشعر بها يعني بعد ميلاد قصيدة تكون نشوة مختلفة حقيقة يعني. طيب وانت في سن معين هل مثلا انخرطت إلى جانب مثلا القصائد العاطفية؟ هل كانت لديك مثلا هنا قصة كمصدر إلهام مثلا؟ ما فيش يعني قصيدة بدون حدث. نعم. أيوة. يعني في بعض الأحيان أنت ربما تشوف طبيعة خلابة تكون مصدر أنها خرجت ما بداخلك، لربما تنظر إلى وجه جميل يكون أيضا مصدر إلهام بالنسبة لك فتكتب القصيدة، لربما حدث أنت عشته أيضا يعني، والإنسان لا يخلو بالحدث، وأحيانا يكون الخيال أيضا يلعب دور في 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 ميلاد قصيدة معينة. عندما يتقدم السن بالمرء لربما يرتبط أكثر بالوطن، باعتبار أنه كثير من مشاعر الشباب و
التجليات ولحظات العاطفة المفرطة ويعني التأثر بالجمال، التأثر بالمرأة. كلما تقدم المرء لربما يخفض هذا الشيء، فيكون الانتماء للوطن أكثر لهذا. حتى عندما نراجع الآن تجربة يعني شاعر المرأة نزار قباني، يعني أكثر من 40 ديوان تغزل فيه بكل نساء العالم، نجد فترته الأخيرة بدأ يكتب في الأعمال السياسية والأعمال التي لها علاقة بالوطن، وبدأ يشخص حالات. ورغم أنه يعني في قصائد كتبها في السبعينات والثمانينات القرن الماضي، لأننا نلمسها اليوم واقعا على أرض الواقع، وهذا ما تقول عليها الإلهام أو الإيحاء نحو الشاعر الذي لربما يستطيع قراءة ما هو آت أو النظرة لبعد، يعني ينظر للبعيد في ترجمة إحساس يعني صحيح. إحساس يعني اليوم يا عبد الله البردوني، رغم وجود الفرقاء وأطياف مختلفة يعني تتناهر على أرض الواقع، ولكن كلهم يجمعوا أنه وكأنه عبد الله البردوني يخصهم هم، يعني هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف. فظهرت قصائد عبد الله البردوني في الوقت الراهن يعني، وكأنه كان يقرأ المستقبل أيضا يعني. صحيح. بالنسبة للمشاركات أستاذ عبد الله، لمشاركاتك أنت كانت الشعرية مثلا، هل شاركت؟ ما شاء الله عليك بدأت يعني في سن مبكر وبهذا الانطلاقة وهذا القوة، هل كانت لك مشاركات خارجية كمان؟ طبعا يعني يمكن في البدايات أنا جنيت على نفسي حقيقة، لأنه يعني أنا خريج علوم اقتصادية وتخصصت في مجال المحاسبة، يعني مجال بعيد خالص جداً عنه، جدا بعيد، مجال كله مرتبط بالأرقام. وتحملت المسؤولية العمل المالي في مؤسسة 14 أكتوبر، وكان هذا عند إغلاق الحسابات الختامية يأخذ كل الوقت كل الجهد، إلى درجة أتذكر يعني صحفي عراقي جاءني يوم يبحث عني وأنا في مؤسسة أكتوبر على أساس يريد أن يعمل معي لقاء، فوجد بعض الأوراق رغم وجود الأرقام، بعض الأوراق فيها بعض القصائد أو بعض الرسومات، فبدأت تلفت نظره هذه المسألة باعتبار أنه عندما تضيق الحال بالأرقام تتحول إلى كتابة نص أو كذا. فحتى أذكر أنا موضوع حينها كتبها يعني من الرسم بالألوان إلى الرسم بالكلمات، هكذا عمل موضوع. هذه الفترة أخذت الوقت الأكبر حقيقة يعني على حساب القصيدة، ولكن بعد كده اشتغالي مع قناة عدن وإذاعة عدن، كنت أقدم البرامج الثقافية والفنية، لربما ابتعدت شوية عن المحاسبة، وبالتالي أتاح المجال لأن تكون هناك علاقات أوسع. بالذات برامج الأطفال الرمضانية كانت تحتاج إلى نصوص للأطفال، فكنت يعني أنا أحد الشعراء المساهمين في كتابة يعني القصيدة للطفل أو الغنائية للطفل هكذا. بدأت علاقتي بالمنتديات، اتحاد الأدباء، بمنتديات ثقافية في المنصورة، في كريتر، في تواهي، بدأت بعض المشاركات الخارجية. وربما الآن في القاهرة خلال هذه السنوات اللي مضت يمكن وجدت مشاركاتي، أعتقد أنها يعني نالت نصيب الأسد في ملتقيات عربية وفي ملتقيات مصرية بحتة، في دار الأوبرا، في إذاعة صوت العرب، في قناة النيل، في الثقافية، في الغد المشرق، في قناة اليمن اليوم. فهذه كلها عبارة عن منافذ يستطيع الإنسان أن يفرغ طاقته الأدبية وطاقته الثقافية من خلالها. أستاذ عبد الله، كنت أنت طبعا تقدم برامج ثقافية إذاعية لأكثر طبعا أو تقريبا قرابة 30 سنة، نعم، يعني عمر في تقديم الثقافة والمثقفين اليمنيين. برأيك الآن البرامج التلفزيونية خلت من هذا الجانب، خلت من خلق حالة الإبداع والثقافة على الأقل لدى جمهورها؟ بالضبط، وكلامك يعني يجانبه الصواب نبراس. حقيقة المناخ هو الذي يؤهل المرء أن يقدم ما بداخله. مثلا عملي أنا في التلفزيون وفي الإذاعة في عدن كان متخصص في تقديم البرامج الفنية والبرامج الثقافية، نعم، لعقود من الزمن يعني. ولكن تجد أنه هذه الآلية بدأت تتغير في فترة يعني الانقلاب الذي حدث في صنعاء، وتحول المرء من أنه بدل أن يقدم المادة الثقافية والمادة الفنية، لأنه ما عاد أصبحتش بضاعة، بدأ ينخرط بدون أن يشعر في مجال السياسة. كانت البداية بالنسبة لي أنا عندما تبنيت تقديم
يعني مؤتمر الحوار الوطني على مدى عام كامل، كنت أنا أعكس يعني مجرياته عبر برنامج لي اسمه الحوار الوطني يعني. وبعد كذا بدأنا نتحدث عن مخرجات الحوار الوطني، وكانت هذه فرصة جميلة أنه يعني أن اليمنيين بدأوا بالحوار ولكنهم انتهوا بالبندقية مع الأسف الشديد يعني. نعم. وهذه كانت الانتكاسة الحقيقية. دخول الحوثيين إلى عدن أصابنا بشيء كبير من المرارة، وبالتالي يعني كنا نرى الأطفال والقناصة بيأخذون في كريتر، كنا نرى إحراق أمام المكتبة الوطنية، اشتعال الحرائق، وكنا نرى الدمار. هذا كله كان يحس بالنفس، لأنه نحن تعودنا على فترات بناء وليس على فترات هدم يعني. صحيح. فبدون أن تشعر تجد نفسك تنخرط بأعمالك، باتجاهاتك، بتفكيرك، بما تقدمه، إلى منحى آخر ليس له علاقة لا بالثقافة وبالأدب، وإن كانت الثقافة والأدب أساسا حاضرة باعتبارها جزء من تكوينك النفسي. صحيح. فغلب السياسي على الثقافي وعلى الفني، وهذا ما نجده اليوم نجد يعني تراجع كبير. المتابع بالذات للقنوات اليمنية هناك تراجع كبير يعني في مجال الثقافة، مثلا حتى هنا في مصر عندما نرى اليوم افتتاح مثلا المهرجان الدولي للسينما في دار الأوبرا. نعم. هذا المهرجان توقف فترة طويلة بسبب هذه الأوضاع التي يعني ما أطلق عليه بربيع الثورة العربية. عمل تراجع كبير على مستوى الواقع في كثير من البلدان العربية، والحمد لله ربنا لطف بمصر يعني. نعم. وحالة الاستقرار دائما تولد الاهتمام بالفن بالثقافة. يعني كونفوشيوس عظيم الصين كان يقول إذا أردت أن تنظر إلى تطور بلد فانظر إلى موسيقى، باعتبار أنه الناس تشبعت بالاحتياجات اليومية فبدأت تفكر في مجال إبداعي، مجال موسيقي، مجال فني. نعم. وهناك مقولة أخرى خطيرة حقيقة يقول فيها ليس المهم من يضع القوانين ما دمت أنا من يضع الألحان. نعم. فهذه الموسيقى بتهذب النفس، وبالتالي لا تجعل من رجل الشارع يخطئ وهو ماشي، لأنه خلاص في تكوين نفسي جميل، فأنت لا تحتاج إلى قانون هنا، ولكن في سلوك أخلاقي هو الذي يسير المجتمع. نعم. معنا عبر الهاتف طبعا الأستاذ علي الجنفذي رئيس المسرح اليمني. نعم. عين مؤخرا، نقول له ألف مبروك. ونهنئ ونبارك له أيضا كمان يعني. نعم. وللأمانة هو كمان أضاف لنا في حلقتنا. جميل. الكثير. جميل. ألو أستاذ علي، صباح الخير. يا صباح النور، صباح السرور الكريم، صباح الخير أستاذنا باكر هذا الرائع الجميل. سعيد بسمع صوتك وحرفك العطر وحضورك البهي دائما أستاذنا. الله يرضى. نعم. حضرك الله، أنا وزير الثقافة ومشاعر دائما في كل مكان وحاضر ويعمل على تفعيل المشهد الثقافي. نعم. في داخل مصر بشكل يبهي النفس. نعم. أستاذ علي، بما أنه أنت الآن توليت مهمة هي صراحة صعبة في رئاسة المسرح اليمني، وكمان أنت من قبل هذا المنصب أضفت صراحة للثقافة اليمنية، الأستاذ عبد الله باكدادة نائب وزير الثقافة أيضا وأضاف الكثير ورفد الثقافة اليمنية، بما أنه أنت الآن هنا في القاهرة، ما هي الفكرة أو هناك مخطط معين لإعادة على الأقل إنعاش الثقافة أو المسرح اليمني؟ عزيزتي، المؤسسة العامة للسينما والمسرح من سنوات كانت يعني حاضرة جدا، بعد ذلك من خلال نشاطها الثقافي ونشاطها الفني والمسرحي تحديدا يعني لجانب السينما بحسب الامكانات المتاحة قبل سنوات، لكن نتيجة الظروف وبعض الصراعات اللي مرت على والمشاحنات وما الى ذلك التي مرت على اليمن، بالطبيعة أن تتأثر دائما المسرح والفن والأدب أول من يتأثر بأي تقلبات سواء هبوطا أو ارتقاء في أي بلد من البلدان وعلى مر التاريخ. نعم. صح. بالنسبة للمؤسسة، أول ما الحمد لله بتوجيهات معالي وزير الثقافة الأستاذ مروان دماج بتفعيل دور المسرح ودور السينما بكل الإمكانيات المتاحة حتى يتناسب مع المرحلة القادمين عليها والتي نعيشها أيضا. فكان أول لقاء مع سيد رئيس اتحاد الفنان العرب
ونقيب السينمائيين في جمهورية مصر العربية، الإنسان الصديق والراعي والفنان المحب لليمن ولليمنيين فنان وإنسانا وأرضا. نعم. وأبدأ الاستعداد الكامل بتفعيل المؤسسة وبكل الإمكانات المتاحة لديه من تأهيل الكوادر وإيجاد مكتبة بصرية سمعية مزودة بالكتب إضافة للأفلام المتاحة لديهم، فتح المسارح الموجودة لديهم لكل العروض اليمنية، إدماج المهتمين والباحثين بإطار السينما أو في إطار المسرح بما يحتاجوه بداخل المؤسسة بداخل نقابة السينمائيين وكذلك المسرحيين، ودعموا بما يحتاجوه من أبحاث ومن مساحات أو ورش عمل وملتقيات. العضوية الكاملة أيضا الحمد لله حصلنا عليها، العضوية الكاملة للفنانين السينمائيين والمهتمين الفنيين أيضا ضمن نقابة المهن السينمائية. كذلك والأهم أن الفنان اليمني في داخل مصر مسرحي سينمائي إلى آخره يعامل معاملة الفنان المصري في مصر أيضا. حلو، إجاز ما شاء الله جميل. أستاذ علي، بما أنه نقول الحياة الثقافية اليمنية تعيش من نقول من داخلها ومن ممثليها شتات في بلد الغربة أو شتات في الداخل، هنا كيف بتعملوا أنتم على تجميع هؤلاء المثقفين، هؤلاء المبدعين، هؤلاء الفنانين على الأقل في بوتقة واحدة لعمل أو لرفض الثقافة اليمنية أو لإيصال أفكار ثقافية وخلق وعي مجتمعي ولو أني بظروف صعبة؟ بظروف صعبة نعم، كما قلتي الفنانين اليمنيين والإنسان اليمني في أي مكان في بلد الاقتراب أو بلد الشتات أو في أي مكان يكون حاضر يحاول أن ينقل أيضا فنه إبداعه ما يهتم به ويرسك وطنه بنفس المكان الذي أيضا هو حاضر فيه. الفنانين اليمنيين موجودين في داخل مصر من مسرحيين أو من فنانين تشكيليين أو غنائيين أيضا حاضرين في الساحة المصرية بأعمالهم وبالفن أيضا. تلاحظي الحمد لله من الفنانين الغنائيين الموسيقيين كثيرين يشاركون في بعض الملتقيات وبعض الأماكن والحفلات ومتواجدين بشكل لفت الأنظار وأيضا صلت عليهم الضوء والقنوات المصرية كانت دائما فاتحة لهم الأبواب. بالنسبة للمسرحيين والممثلين أيضا حاولوا يشاركوا بقدر الإمكان المتاحة، ومصر تفتح حضنها للجميع وتعطينا علما وفنا وتوعية في كل المجالات. نعم، كان الله في عونكم أستاذ علي، وإن شاء الله يعني يكون أمامكم أكثر من إنجاز تنجزوا، ولو أنه الخطوات تكون نوعا ما مثقلة بالظروف هذه، لكن إن شاء الله تمر إن شاء الله. اليوم أيضا اليوم أنا معي زيارة للأستاذة الدكتورة نبيلة حسن المنسق العام لفروع أكاديمية الفنون، فبإذن الله يعني هم متعاونين معنا جدا، فبإذن الله نطلع بنتائج جميلة تفيد الفنانين في كل مكان. نعم، كان الله إن شاء الله في عونكم وربنا يوفقكم أستاذ علي. شكرا جزيلا للتواصل معنا الأستاذ علي الجنفذي رئيس المسرح اليمني. أستاذ عبد الله، بالنسبة قبل ما أن نعود إلى الحوار، طبعا لدينا الكثير الآن نتابع هذا نقول الفكرة ثم نعود. هذا اللي بكره بنت، أنا مشيش أخلف بنات لأن البنات عيب وعار. هابا ها؟ نتفاهم نتفاهم، صلينا على النبي. لا لا الأول لا شيطان لا شيطان الأول. اسمعي اسمعي هدي ما لن جاب انتي ما كان نفسكم تخلفوا يا أبا. لا لا الأول لا شيطان يا كفة أنا تبي بتهول فوق أبوها. شوفوا بعد ما خلفت البنت أنا صبرت والحمد لله، ومن بعدها بديت أخلف عيال العيال لهم نكهة ثانية
بيفرحوني وبيضحكوني وبيلعبوني. أجيلكم لعند ابني الذي هو آخر العنقود، الذي بيضحكني وبيسليني، هو حالي، سميته حالي من صدق. علي وقول يا رب، 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 علي وقول يا رب. يا 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 على الله. أنا قلت لكم إنه بيسليني وبيضحكني وبيدلعني. أما ابني الأوسط الذي قبل العنقود، الذي قبل الأخير، هو أكيد من يتحمل المسؤولية من بعد ما أموت. هو من عيبه على البيت، هو من عيبه على أخوته وعلى ناس عند الناس. هذا ما كان مخبي له. كذا الكلام حقك كان ضالع. ايش كنت تصير ما بيني انا؟ الله 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 اكبر عليك. رعد نفس. ايوه ايوه. كل شيء جاهز بس اهم شيء انت. الامور جاهزه. الامور جاهزه وبتوصل لعندك. في اي بي الله يكرمك. الناس في اي الله يبارك فيك. بس اكتب اكتب انا مستعجل والله. ما مش حد اسمع اكتب. انتظر انت اجلس مكانك. اجلس على كذا. انا هنا الله يكرمك. الناس ما بتدري شو. كذا انا هنا خلاص. الله يكرمك. الناس ما بيسمعوا. اجلس. اجلس اجلس والله ما شاء الله. اجلس. الله يكرمك. الناس ما بي الله يكرمك. الناس بيسمعوا. الله بركة الله. ما شاء الله. الله أنا قلت أنا أقول ما جلسك. الله بركة الله. ما الله. الله كم قد الناس. أيام. بصراحة الموضوع اللي قاعد أكلمش فيه كلام سر بيني أنا وأنتي. المديرة والأخصائية ما يعرفوش. الله كم قد الناس. الموضوع ما فيه أنا أشتي مصلحتش. ومصلحتش إن أنتي تتزوجي. انا داري. الله يكرمك. الناس بيفتجعوا. انا داري. الله بركة الله. ما تقلقش. بصير اول حاجه الحريق. لا طعم لا رايحه لا شم لا صوره ولا حاجه. شلي هكذا واشتغل. ما تقلق. يا سلام. ما شاء الله ما شاء الله. خرجت البقاله بس زي المدرسي. ما ماشي هي بس فرحانه قالت تجربه وتصير البقاله تنفعني بس زي بس تجربه تسلكه يعني سيكله هما. ايوه تجربه. انا بالزيبه. طيب جربه. انا ما ادري شيء لكن تسير البقاله تنفعش بس زي المدرسي والشنطه فوقها. يعني ايش معناته هذا؟ معناته مصاحب البقاله ما بش معاه كياس. ما الا يجي المصروف يدرها في الشنطه. صارت تدرس ولا ما صارت اصلا؟ يعني انت كذابه. انت كذابه. مش انت حقتي صار الناس. انا لازم اربيش من جديد. انا البنت هذه قلت لها ليش ما تخرج من البيت؟ يعني ما تخرج من البيت مفهوم. انا أقول لك مرة بعد مرة البنت أبو حرام عليك. عدبت أمي. أمي ما لجزة. أنا بدي قلت أسر المدرسة يا أبا. أنت ليس سرت مدرسة بعدها حرم علي. يا سلام حرام علي. ما أنا شاوريش الحرام كيفه. تمام. أنا أيام. هذا أبي وهذه أسرتي. عشت طوال فترة حياتي وأنا أتلقى كل أنواع الضرب لسبب ما ارتكبتش. لكن هذا اليوم كان مختلف عن بقية الأيام. يوم لا يمكن أن أنساه أو يمتسح من مخيلتي. حرام عليك. بنتك ارحمها. ما هو ما قلتي؟ بنتك وانت اخبر بها. حرام علي. حرام علي أنا أرحمها؟ وأنا من عيرحمني؟ أنا من عيرحمني؟ المودف ابن المودف. ها؟ أنا قلت لك مشتيش بنات. مشتيش خلفة بنات. أشتي عيال. أشتي ولد. أشتي رجال. ينفعني يحمل اسمي من بعدي. يسير البقالة يشتريش مصروف. مش هالبنت هذا اللي ما تقدم ولا تأخر. مشتيش بنات. أصلا أنت ما تشتي الولد إلا على سب ينفعك ويصير يصير السوق. بتهمني المصروف. بعدين ليش بتهم المصروف؟ وأنا بين أشتغل وأخيط له ما ينكسر ظهري. وأنا بين أشقى وأنت جالس مرتاح.
في كلام هنا ما اشتريناش يا هدره واو تخونا نمثل انت جالس مرتاح ايوه وانا بينش قاعد اهانه اهانه مباشره والكاميرات بتصور على هوا مباشره يعني دهنيني انا جالس في البيت انا جالس في البيت ما بشتغلش لا اهانه هذا اهانه والناس كلهم بيسمعوا ابي افهمك لا تفهميني أيوة. انا شافهمش واوريش كيف انت توقف يا الشغل حقش وتوقف يا الماكينه واربش من جديد تمام ماشي من قال لك ان انا قاعد اوقف انا عادي عندي اشتغل اشتغل وتعب لو صحتي كلها تروح المهم انني ما فلتك ولا فلت البيت انا اشتي افلتش انا اشتيت فلت يا البيت انا شبعت ما عاد اشتيش عندي جلسي انا خالص اشتيت روحي بيتكم انتي اسالتها بالله لا تقولها انا مستعدة اسوي الذي تشتي يا ابا حرام عليك ليش انت هكذا قاسي انا قاسي انا يا بنتي قاسي انا عمري ما قسيت على حد وعمري ما ضربت احد وعمري ما كنت قاسي وما بش اضيم من قلبي بس المخرج اشتي الدور هذا يا بنتي والله طول عمري يا بنتي وانا طيب ما اضرب احد ولا اغثي احد ولا حد يزعل مني وبعدين انت ما قد شفتش هالقصة يا بنتي ما قد شفتش هالقصة على اصوله ليش لان القصة يجي دائما من هنا من هنا من هنا خرجي خرجت نفسك طبعا تابعنا استاذ عبد الله هذه الجزئيه او اللقطات من المسرح اليمني الملاحظ انه دور الثقافه هنا دور المسرح في تعزيز الوعي لدى المجتمع برايك هل لازالت النظره عندنا في مجتمعنا للاسف وتوجد هذه في المسارح اليمنيه هي تكريس الذكوريه انه مجتمعنا هنا حسب النوع الاجتماعي يصنف وكذلك الذكوريه وانه البنت مكانها البيت الولد هو كل شيء البنت ما تتعلم شيء وللاسف يعني باشكال نقول هنا واساليب مختلفه يعززها هنا الثقافه اليمنيه على المسارح كيف تجد ذلك طبعا هذه إشكالية مجتمعية موجودة على أرض الواقع لا نستطيع نكرانها بدليل أنه يعني رغم قساوة المشهد نعم والذي لربما ينفر منه المشاهد باعتبار أنه الفكرة غير مقبولة أساسا ولكنه على أرض الواقع موجود وهنا كثير يعني بالذات المناطق اللي تطلق عليها بالمناطق القبلية التي ما زالت قضايا النزعة موجودة هناك مجتمع ذكوري يطاغي حقيقة يعني اللهم بعض المناطق المدنية المناطق الساحلية هذه تكون هناك الاستيعاب أكثر تجاه المرأة ونضجها وخروجها إلى يعني مسرح العمل لممارسة دورها كامرأة اليوم يعني حتى الدراما المصرية لما نتابعها نجد أنه هناك أيضا من يفكر بهذه العقلية رغم أنه المجتمع المصري مجتمع يعتبر مجتمع متطور جدا مقارنة بكثير من البلدان الأخرى نعم. لكن أيضا هناك حالات أيضا ما زالت موجودة لربما المتابع اليوم لمسلسل الحجر جهنم مثلا يناقش هذا الموضوع أيضا كيف يمارس الرجل ديكتاتوريته تجاه المرأة عشان يعزلها يعقدها حتى في لبسها يعقدها حتى في طريقة كلامها وبالتالي يمارس شيء من السيطرة على هذا الجانب المسألة تحتاج إلى توعية يمكن فترة السبعينات في عدن استطاعت أن تتجاوز هذا التفكير وهذه العقلية سواء كان على مستوى المدينة أو على مستوى الريف ولكن هناك بعد كذا تم وجود تراجع في مستوى التفكير ونحن هذه إشكالية حقيقة على المرأة أن يعمل العقل أن يفكر بشكل عصري يفكر بشكل منطقي حتى يستطيع أن يتيح هناك مجال لأنه يعني كثير من النساء أثبتنا إمكانيات عالية سواء كان على مستوى العمل أو على مستوى الدراسات ولربما نهال جميل ثابت دليل أنها من النساء الذكيات على مستوى العالم والتي استطاعت أن تقدم أعمال وتكرم من صحيح. دول أوروبية مختلفة وهي بنت زميلنا الإعلامي جميل ثابت الله يرحمه إتاحة الفرصة لأنه عدم إتاحة الفرصة هذه تؤدي إلى تعطيل جزء كبير من المجتمع وهذه إشكالية ما زالت موجودة وليس كل شخص أو كل امرأة لديها الإمكانية أن تقفز على هذا أو أن تتمرد يعني الكثير منهن يستسلمن لهذا الواقع يعني.
وهذا التمرد أو عدم التمرد ناتج عن هنا سلطة المجتمع نفسها حد ذاتها هي اللي تفرض هذا الشيء زي ما العيب والحرام بالضبط هنا هو يعني. نعم. وبعض رجال الدين مع الأسف يعني يفتوا فيما لا يستطيعون الإفتاء فيه وبالتالي تأتي بعض الفتاوى لأنه نحن نعطي تقدير لرجل الدين مجرد إنسان بجلباب ولحية وهكذا نعطي له قيمته ونعطي له حيبته. البعض ليس لديه الإمكانية ولكنه يفتي وبالتالي يؤدي إلى تراجع المجتمع صحيح. ولا يأتي إلى تقدمه رغم أن هناك بعض المفتيين بعض الأئمة عندهم تفتح ذهني وعندهم إمكانيات عالية في فهم الدين بشكل صحيح وبالتالي يعني نقله إلى المجتمع. وهنا الدور الكبير جاء كمان عليكم في صراحة في وزارة الثقافة أكيد. وكمثقفين أيضا أكيد. وأدباء في أنكم تزيلوا الغبار هذا عن الشباب الآن والشابات وتوعوا المجتمع ربما أنه الأشخاص الكبار خلاص أصبح أنه تعيد الوعي أو بنائها الثقافي أصبح صعب لكن أنتم الآن أمام الأمانة أمام مهمة صعبة هي لتعزيز ثقافة الجيل إن شاء الله بإذن الله يعني نتمنى ذلك وهذا يعني دور كل مبدع سواء كان يمثل فرد أو يمثل مؤسسة تتبع الإدارة الثقافية يعني. مشاهدين الكرام الموضوع موضوع الشهر يهم الجميع نساء ورجال للحديث أكثر حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف دكتور محمد خيري استشاري تغذية. صباح الخير دكتور محمد. اهلا يا فندم صباح النور اهلا بك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بك دكتور محمد حابين نعرف التغذيه السليمه اللي تحافظ على الشعر وكمان على نموه. احنا بنقول دايما يعني الشعر من الحاجات المهمه جدا في جسم الانسان وهو يعني بالنسبه للسيده احنا بنسميه تاج المراه او يعني الزينه للمراه لكن للاسف بس بعض الناس بياخدوا يعني مصادر تغذية غير سليمة جدا بتأثر بشكل مباشر على الشعر وللأسف دي احنا بنلاحظها كتير جدا في العيادات نعم. وزي ما التقرير عرض بيقول دايما ان الحالة النفسية واستعمال المجفف الكهربائي يعني طرق العناية اللي هي اليومية بالشعر بتبقى سبب ولكن طبعا التغذية بتشكل جزء كبير جدا سواء في تساقط الشعر او سواء في المحافظة او الحماية من تساقط الشعر بنقول دايما يعني الناس اللي هم ما بيركزوش في التغذية بتاعتهم يعني بيمشوا على أنظمة غذائية عشوائية أو بيمشوا على رجيمات قاسية أو ما بيهتموش بالعناصر والمغذيات الرئيسية في برنامجهم اليوم التغذوي للأسف ده بيبقى سبب وسبب كبير جدا في حتى مش تساقط الشعر في سلامة وصحة الشعر ذات نفسه حتى المعدل اللي انتوا قلتوه من 50 ل 100 شعر أو 150 شعر في اليوم ممكن يزيد بسبب الأعراض سوء التغذية أو التغذية العشوائية أو إن أنا ما باخدش المغذيات وطبعا على رأسها الحديد وفيتامين ألف والزنك وفيتامين ه أو إي بشكل يومي فطبعا التغذية مهمة جدا سواء لسلامة الشعر أو للحفاظ عليه أو لمنع تساقطه أو حتى لو بقيت عندي مشكلة تساقط شعر أو عندي يعني زي صلع وراسي أو بداية فقدان الشعر ممكن بالتغذية أن أنا أحافظ على الشعر اللي موجود. نعم. طيب دكتور محمد بالنسبة للتغذية أيا أفضل التغذية المباشرة اللي تكون مثلا عبارة عن هنا مواد نضيفها على الشعر أم التغذية من الداخل؟ تمام احنا بنقول دايما يعني البشره والجلد بيبقوا دايما مراه الجسم السليم فالناس اللي هم بياخدوا تغذيه داخليه يعني حصص متوازنه من النشويات بشكل يومي حصص متوازنه من البروتين الناس اللي بيحافظوا على الخضروات والفاكهه بياخدوا منها الفيتامينات والمعادن دي يعني بنقول تغذيه داخليه بتبقى بتشكل الاساس في قوه ويعني وسلامه البويصلات اللي هي اصلا مسؤوله عن صحة ونمو الشعر بشكل سليم ولكن طبعا بيبقى في بعض الوصفات الخارجية او الحاجات يعني مثلا زي استعمال زيت الزيتون كحاجة خارجية مثلا ممكن بندهن بيه فروة الراس مرة او مرتين ده في حال طبعا التساقط او عدم صحة وسلامة الشعر بشكل خاص يعني بنقول الاساس التغذية الداخلية وممكن نستعمل بعض الوصفات او الحاجات الطبيعية اللي هي زي الكريمات الخارجية او دمج بعض انواع الزيوت زي زيت اللوز مع زيت الزيتون بتبقى برضو لها دور مهم جدا في المحافظه طبعا على سلامه اللي هي فروه الراس اللي هي طبعا مسؤوله عن
نمو الشعر بشكل سليم. طيب دكتور محمد، هل في طبعا الوصفات كثيرة اللي تنفع الشعر، لكن هل في وصفات معينة أو أكلات معينة تسبب تساقط أو ممكن تؤذي الشعر؟ تمام، احنا بنقول دايما الوجبات السريعة أو دايما الجنك فود أو اللي هي الحاجات اللي هي الغنية بالدهون المشبعة، بدون طبعا مضرة على الجسم بشكل عام ومضرة طبعا على الأوعية الدموية بشكل خاص، وبالتالي بتأثر على التغذية البويصلية أو التغذية الدموية للشعر بشكل خاص. المشروبات الغازية طبعا من أكثر الحاجات اللي بتبقى سبب وسبب رئيسي جدا في حاجة احنا بنسميها تشوه الخلايا أو عدم نمو الخلايا بشكل سليم وعدم حصول الخلايا أو جزيرات الشعر على التغذية بشكل سليم جدا. فبنقول دايما يعني المصادر التغذية الغير سليمة سواء في الأكلات المقلية أو سواء في الوجبات السريعة بشكل خاص أو الإفراط في تناول المياه الغازية، بنقول من أكثر الحاجات اللي هي مضرة على الجسم بشكل عام وعلى تغذية الشعر بشكل خاص. وعلى العكس تماما الأكل الصحي أو الأكل اللي هو المتوازن سواء البروتين في صورة شوي أو سلق، ده بيبقى من أكثر الحاجات اللي هي بتدعم وبتقوي وبتقوي جذور الشعر بشكل خاص جدا وبتمنع تساقطه. زي ما قلنا النشويات في صورة مركبة سواء العيش الأسمر سواء الرز البني سواء الحبوب الكاملة زي الشوفان والعدس والشعير، من أكثر برضو الحاجات اللي هي بتمد أو بتغذي الشعر بشكل خاص، وبالتالي بتقلل من فرص سقوط الشعر أو فرص الإصابة بالصلع حتى لو كان ورص. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور محمد خيري استشاري التغذية. طبعا أعود لك أستاذي وكذلك الأديب والشاعر عبد الله باكدادة. أهلا وسهلا بك. للأمانة ما نستطيع لخص مسيرتك الثقافية في حلقة، الإسهامات كثيرة، المشاركات كثيرة، الأعمال كثيرة، ما أضفت أيضا للحياة الثقافية كثير. في نهاية الحلقة أعمالك الأدبية أو الشعر لها جانب أكيد في حياتك، إيش ممكن تختار لنا كذا كختام لحلقتنا لهذا اليوم؟ ما دام الحلقة هادئة، نعم، سنختار نص عاطفي يعني بعنوان ذكرى. نعم، إذن قبل أن تختتم الحلقة أنا أختتم معك وبعدين نترك لك الهواء تقول القصيدة براحتك. مشاهدينا الكرام، أشكر الهامة الثقافية الكبيرة الشاعر والأديب الأستاذ عبد الله باكدادة نائب وزير الثقافة لمشاركته لنا، وأشكركم لحسن المتابعة، والآن الهوى لديك، تفضل يا أستاذ. أهلا وسهلا بك، شكرا جزيلا براس. طبعا هذا النص يعني أنا كتبته منذ فترة وقام بتلحينه الفنان الكبير جابر علي أحمد. نعم. هذه القصيدة بعنوان ذكرى أقول فيها: نعم أهديك ذاكرتي وأعطيك ضياء الشمس إن عجزت قناديلي لكي تأتي، فذاكرتي إذن لولاك ما كانت، ولا كانت مشاعري في الدجا تحيا لكي تحيا نهارا أصله عيناك ودربا أنت مسلكه ومسلكه لمن لولاك، وشوقا ما وجدت له صدى قد هز وجداني كما شوق الذي ناجاك، فهل أهديك ذاكرتي؟ لقد هرمت ولم يبقى سوى ذكرك. رائع.